يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الدعاة في الغرب يذكرون قصة ابن أم مكتوم في حجية على حجية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. على إيش؟ يذكرون قصة ابن أم مكتوم، يذكرونها في حجية النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا في دعوته لما ذكر هذا الذي أنزل عليه ولكتمه. نعم، هذا يروى عن عائشة أنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا، لو كان محمد كتم شيئا من القرآن لكتم قصة مع ابن أم مكتوم. نعم.